بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 65 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات، تقول صفية إسماعيل مفادي: أختنا عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول إنها كانت قبل الزواج لا تصلي ولا تصوم رمضان، وحينئذ اجتمع عليها عدد من الأشهر والأيام في الصلاة والصيام، والآن تابت وندمت على ما كان منها، فبماذا توجهنا شيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إنه يجب على المسلم المحافظة على دينه، ولا سيما أركان الإسلام، ومنها الصلاة التي هي عمود الإسلام، وصيام شهر رمضان الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وكذلك بقية أمور دينها. الواجب على المسلم المحافظة على دينه. والسائلة تذكر أنها كانت تترك الصلاة والصيام في فترة، ثم تابت إلى الله عز وجل وحافظت على الصلاة وعلى الصيام بعد التوبة، وهذا أمر يبشر بالخير. ويجب عليها المحافظة على الصلاة والمحافظة على أداء الصيام وبقية أمور دينها في المستقبل، وما فات فإن التوبة تجبه إن شاء الله. إذا لا يجب عليها قضاء صيام ولا صلاة؟ لا يجب عليها قضاء، لأنها كانت في حال تركها للصلاة متعمدة لم تكن على الإسلام. ولما تابت دخلت في الإسلام من جديد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من محافظة الغربية في جمهورية مصر العربية، وباعثها المستمع جمعة محمد مهدي، يقول: أعرفكم بأنني شاب عازب، وقد توفي والدي ووالدتي وتركوا لنا ميراث، وقد تزوج إخوتي جميعا إلا أنا، وعند تقسيم الميراث اتفقت مع إخواني جميعا على أن يخرجوا لي نفقات زواجي من فوق الرؤوس، فهل هذا حرام أو حلال؟ نرجو منكم الإفادة. هذا لا يجوز إلا إذا سمحوا به، إذا سمحوا بذلك عن طيب أنفسهم فلا بأس بذلك، أما الإلزام فلا يلزمهم ذلك، وإنما تزويجك من مالك أنت ومن ميراثك أنت. يقول اتفقت معهم، لعل هذا الاتفاق صالح يفتح باب الخير. إذا كان اتفاق اختيار فلا بأس، أما إذا كان اتفاق إلزام فهذا أمر لا يجوز، لأنه ليس لك عليه الحق، وزواجك كان على والدك في حياته، وأما بعد وفاته فإن زواجك يكون عليك أنت ومن مالك ومن ميراث، إلا إذا ساعدوك هم عن طيب أنفسهم فلا بأس. جزاكم الله خيرا. إذا تزوج إخوتهم من التركة؟ لا، كل له نصيبه، لا يتزوج إلا من نصيبه، بارك إلا برضا الآخرين. طيب. لقد قضيت فريضة الحج ولله الحمد، مع العلم بأنني لم أتزوج ولكن خافت، وقد قال لي بعض الناس إنه لا يجوز لك الحج حتى تكمل دينك، أي أنهم يعتقدوا بأن الزواج تكملة الدين، فهل حجتي صحيحة أو لا؟ وما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا الكلام خطأ، وحجك صحيح إن شاء الله ولو لم تتزوج. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام رجل أعمى لأنه لا يرى؟ وهذا سؤال من المستمع ناصر عبد الله هندي البلوي. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم باختلاف الأدلة في ذلك، والأحوط والأحسن أن لا تكشف وجهها عند الأعمى، هذا هو الأحسن والأحوط لها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله أم محمد، أختنا لها رسالة وقضية كتبتها بأسلوبها الخاص، ملاحظة
يلخص ما في هذه الرسالة أن زوجها لا يصلي في المسجد وصلاة الفجر بعد الشروق غالبا، وهي تحزن كثيرا لهذا الوضع وتقوم بالواجب لكنها لم تنجح بعد، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا الزوج قد ارتكب خطأين عظيمين. خطأ الأول تركه للصلاة في المسجد، وهذا خطأ عظيم، لأن الصلاة مع الجماعة واجبة على الأعيان، على كل مسلم يستطيع الحضور يجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد، فإن صلى في بيته منفردا من غير عذر فإن عليه إثما عظيما، لأنه تارك لواجب عظيم. وكان الصحابة بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من يتخلف عن الصلاة من غير عذر يعتبره منافقا، قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الصحابة كذلك كانوا يعتبرون من يتخلف عن صلاة الجماعة منافقا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الواجب على هذا الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصلي مع الجماعة في المسجد لأنه مسلم. والخطأ الثاني أنه يخرج صلاة الفجر عن وقتها ولا يصليها إلا بعد خروج وقتها، وهذا أعظم من الأول، أعظم من الخطأ الأول، لأن إخراج الصلاة عن وقتها تضيع لها. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإضاعة الصلاة هي إخراجها عن وقتها، والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبعض المحققين من أهل العلم يرى أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا أن صلاته لا تصح ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. الخطأ عظيم في هذا جدا. جزاكم الله خيرا. ماذا يجب على هذه المسكينة شفاعة؟ يجب عليها مناصحته والإنكار عليه وتكرار هذا الشيء عليه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن تستمر في مجاهدتها معه؟ نعم، وهي مأجورة. يا الله. نعم. يا الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل ميزان من قرية السهم والفج فيما يبدو. أخونا له جمع من الأسئلة، يقول في أحدها: عندي قطعة أرض قمت ببنائها مسجدا لوالدي المتوفى، هل ما فعلت صحيح وهل يصل الثواب إلى والدي؟ وقد كتبت على المسجد من الخارج مسجد فلان رحمه الله، فهل علي خطأ في الكتابة على المسجد بهذا؟ جزاكم الله خيرا. ما عملته عمل جيد وهو توقيف هذا المسجد وجعل ثوابه لوالدك، هذا من أعظم البر والإحسان إلى والدك، ونرجو من الله أن يتقبل منك هذا العمل. وأما الكتابة فلا داعي لها، الأحسن إزالتها. بارك الله فيكم. إذا ما أريد أن يتميز المسجد شيخ صالح، التسمية لا شك أنها جيدة، لكن بماذا تنصحون الناس؟ أن يختار اسم غير اسم فاعل الخير هذا؟ يسمى باسم الحارة أو باسم الحارة مسجد كذا. نعم نعم، لا بأس بذلك. وإذا كان في الحي أكثر من مسجد تسميته بمسجد فلان لا بأس به، إنما الممنوع الكتابة، إنما غير المستحسن الكتابة بدون كتابة. بدون كتابة، بدون كتابة على المسجد. أما أنه يسمى مسجد فلان نعم من أجل التمييز فلا بأس بذلك. بارك الله فيكم. إذا سمي باسم أحد الصحابة رضوان الله عليهم أو أحد التابعين لا بأس بذلك، التسمية لا بأس بها. طيب إنما الكراهية نعم إنما الكراهية في الكتابة على المسجد، لا يكتب عليه مسجد فلان أو المحسن فلان أو ما أشبه ذلك، لأن هذا قد يدل على شيء من الرياء. بارك الله فيكم. كان الشيخ صالح ينصح من فعل ذلك أن يغير هذا الوضع؟ نعم، ننصح بأن لا يكتب على المساجد والأعمال البر أن هذا من عمل فلان أو من إحسان فلان، لأن هذا فيه شيء من الرياء وإظهار العمل للناس. نعم. بارك الله فيكم. كان هذا من الأعمال السرية بين عبد وبين رب الشيخ صالح. نعم. بارك الله فيكم. يقول: إني أبيع وأشتري في السيارات بالتقسيط، وعندي أكثر من 70 زبون يشترون بالتقسيط لمدة 3 سنوات، وبعضهم يقوم بتأخير القسط شهريا، فأقوم وأشتكي وأخذ استحقاقي من، فهل علي خطأ في شكواي لهم؟ لا خطأ عليك، إذا أنت تطالب بحقك إلا إذا كان
تعالى معسرا، فالمعسر ينظر، قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إذا كان موسرا وإنما أخر القضاء من باب المماطلة فيجوز لك شكايته وطلب حقك منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم أحل عرضه وعقوبته. والواجد هو الغني الذي يستطيع السداد. يسأل أخونا: هل يجوز أن نصرف زكاة المال وأن نتبرع بها على إخواننا في البوسنة والهرسك أو الصومال؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. يجوز ذلك، لكن بشرط أن يكون الطريق الذي يوصل إلى هؤلاء المحتاجين أن يكون طريقا منضبطا لتطمئنون إلى وصول الزكاة إلى مستحقيها من المسلمين في البوسنة والهرسك أو في الصومال أو في أي مكان. إذا وجد طريق سليم يؤدي الزكاة إلى المسلمين المستحقين جاز ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألاحظ في آخر السؤال فقرة شيخ صالح لعل لكم تعليق عليها، يقول: أما أن الأفضل كونها في الأقارب والأهل، هذا هو الأصل. الأصل أن تكون زكاة المال في البلد الذي فيه المال، في قوله صلى الله عليه وسلم: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ويجوز نقلها إلى بلد آخر إذا كان لهذا النقل مبرر، كان يكون ذلك البلد البعيد محتاجا أكثر حاجة فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعث بها المستمع أبو بكر سالم حميد. أخونا يسأل عن صلاة الليل، هل هي صلاة التهجد أم هي الوتر أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. يشمل كل هذا، يشمل التهجد ويشمل الوتر، كله صلاة الليل. صلاة التراويح كم عدد ركعاتها وما حكم صلاة التسبيح؟ صلاة التراويح ليس لها عدد محدد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديدها بعدد، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم متفاوتين فيها، منهم من يكثر الركعات ومنهم من يقلل. والحد المحدود ليس عليه دليل، إنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 10 ركعة أو 13 ركعة، هذا لا يفيد المنع من الزيادة على ذلك، لأن هذا فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينهى صلى الله عليه وسلم عن الزيادة. والصحابة منهم من يزيد على 10 ركعة أو 13 ركعة في التراويح، فالحد المحدود ليس عليه دليل. والطريق الأحسن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن أراد أن يخفف الصلاة فإنه يكثر من الركعات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. صلاة التسبيح يسأل عنها شيخ. أما صلاة التسبيح فلم يثبت بها دليل، والحديث الوارد فيها متكلم فيه عند أهل العلم، فهي غير مشروعة. صلاة التسبيح غير مشروعة. بارك الله فيكم. إذن العوض عنها النوافل الأخرى، صلوات الثابتة ولله الحمد كثيرة، صلاة الضحى، صلاة الليل، كذلك الرواتب التي مع الفرائض كلها ولله الحمد فيها غنية عن صلاة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فتعال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أبو عبد الرحمن أحمد بن أحمد حسين ناجي الفروي، مقيم في المدينة المنورة، يقول: سؤالي يا فضيلة الشيخ، وأنه في قريتنا استفحل أمر زواج الشغار وانتشر على نطاق واسع، وعندما أنصح بعض إخواني في هذا وأخبرهم أن هذا الزواج قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه محرم، يقولون في الإجابة: كيف نفعل وقد تم الزواج؟ ماذا نصنع الآن وقد وقعنا؟ ويسألون حينئذ كيف يكون شأنهم وكيف يكون شأن الأبناء؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن نكاح الشغار منهي عنه، وهو نكاح باطل إذا ثبت أنه شغار كما جاء في الأحاديث، فهو نكاح باطل، ويحذر منه ويبين للناس معناه وينصحون بتركه. أما ما وقع من الأنكحة فهذا تراجع فيه المحاكم، ما كان صحيحا يمضى وما كان غير صحيح فإنه إما أن يجدد العقد وإما أن يفرق بين الزوجين. المهم أن الزواجات القائمة لابد من الرجوع إلى المحاكم فيها. بارك الله فيكم. يسأل عن الكيفية التي تبعدهم عن صورة الشغار. الكيفية أن تزوج المرأة بالكفء الذي ترضاه ويكون ذلك بمهر، تزوج المرأة بالكفء الذي ترضاه ويكون ذلك بمهر، ولا يكون تزويج
زوجها في مقابل تزويج أخرى لا يكون تزويجها مشروط في زواج غيرها؟ هذا هو الطريق الأسلم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل: إني أريد الزواج بأختي أحد الإخوان وهو يريد كذلك الزواج من أختي، وليس ذلك شرطا في زواجنا، فكيف نخرج من صورة الشغار؟ جزاكم الله خيرا. في هذا الكلام الذي ذكر، إذا كان كل منكما راغب في الآخر وليس هناك شرط للأمر اختياري، فهذا ليس بالشغار. يجوز أن تتزوج أخته وهو يزوجك أخته إذا كان هذا من غير شرط، وكان الاختيار متروكا للزوجات من غير إجبار لهن ومن غير ملاحظة حظ الولي، وإنما ملاحظة لحظ المرأة فقط، فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السودان المستمع ألف ميم ميم ومقيم في المملكة رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ هكذا ورد في الحديث أن الميت يعذب بما نيح عليه، ومن هنا تحرم النياحة للوعيد الوارد فيها، ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا دعوى الجاهلية. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة جزعا، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة وعليها سلبان من قطران ودرع من جرب. صلى الله العافية والسلامة. النياحة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ومع الإثم الذي يترتب عليها في حق النائحة ومن يقرها، كذلك ينال الميت من شرها، كما في الحديث أن الميت يعذب بما نيح عليه. جزاكم الله خيرا. ما الفرق بين البكاء الممنوع والبكاء المباح؟ جزاكم الله خيرا. البكاء الذي بدون رفع صوت، هذا لا بأس به، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه على بعض الموتى وعلى ابنه إبراهيم لما مات إبراهيم، بكى صلى الله عليه وسلم. فالبكاء لا بأس به لأنه رحمة، وأيضا لأنه ليس باستطاعة الإنسان منع البكاء، إنما البكاء الذي معه رفع صوت وتعداد لمحاسن الميت، هذا هو النياحة المحرمة. هل يصح لشارب الشمة أن يكون إماما؟ وهل الشمة حرام؟ الشمة إذا كانت من المواد المحرمة كالدخان والقات وما أشبه ذلك من المسكرات أو المخدرات فإنها حرام، ولا يجوز لمن يتعاطاها أن يكون إماما، ولا يجوز للناس أن ينسبوا إماما يستعمل الشمة المحرمة، لأنه يكون قدوة سيئة لغيره. إذا كانت الشمة من مواد محرمة فإنها حرام كالدخان والقات أو شيء من المخدرات أو المسكرات، إنها حرام، يجب منعها وتأديب من يتعاطاها، ولا يصلح أن يكون إماما للناس في صلاة. بارك الله فيكم. إذا حلف الإنسان بالله كاذبا هل عليه كفارة ويجب أن يصوم 3 أيام؟ إذا حلف بالله كاذبا فعليه الإثم وعليه التوبة والاستغفار، وليس عليه كفارة. الكفارة إنما تكون في اليمين المنعقدة، قوله تعالى: بما عقدتم الأيمان، وهي أن يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، على أمر مستقبل ممكن، كان يقول: والله لا آكل هذا الطعام، أو والله لا آكلن من هذا الطعام، يعني يحلف على فعل شيء مستقبل أو على نفي شيء مستقبل، هذه هي التي فيها الكفارة. جزاكم الله خيرا. هل تعتبر صلاة الاثنين جماعة؟ نعم، الاثنان فما فوقهما جماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بتوقيع أحد الأخوة، يقول المرسل أبو سمير، يسأل ويقول: أنا أحد الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بمرض عصبي ونفسي أعجزني عن أداء الصلاة في المسجد، مع العلم أنني أحافظ على أدائها في أوقاتها في البيت، أرجو من فضيلتكم أن تفتوني، هل علي حرج في أدائها في البيت أم لا بد من الذهاب إلى المسجد وحالي ما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى المسجد فأنت معذور أن تصلي في البيت، أما إذا كان باستطاعتك أن تذهب إلى المسجد ولو مع بعض المشقة فإنه يجب عليك الصلاة في المسجد، هذا حسب الاستطاعة.
الله ما استطعته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول أختكم في الله أم مناهل من جدة. أم مناهل لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: الموضوع الذي سوف أسأل عنه يا فضيلة الشيخ هو أنني أنا وإخواتي ونحن أطفال صغار، كنا إذا وجدنا أي مبلغ من المال ملقا في الأرض أخذناه، سواء كان ريالا أو حتى 50 ريال أو أي شيء. والآن كبرنا وندمنا، فهل يجب علينا شيء في الوقت الحاضر؟ إذا كنتم تعرفون المقدار الذي أخذتموه وهو مقدار كثير، فعليكم أن تتصدقوا به على نية الأجر لصاحبه، إلا إذا كنتم تعرفون صاحبه فإن الواجب أن تردوا عليه المبلغ أو تطلبوا منه المسامحة إذا كنتم تعرفون. أما إذا كنتم لا تعرفونه فإنكم تتصدقون به على نية الأجر لصاحبه. هذا إذا كان تعرفون هذا المبلغ، هو مبلغ كثير تتبعه همة أوساط الناس. أما إذا كان مبلغا ضئيلا أو لا تعرفون مقدار المبلغ، فإن الواجب عليكم إذا لم تعرفوا مقداره أن تجتهدوا في تحديده، تقدروه وتدفعوا ما تتوصلون إليه بتقديركم وتصدقون به لصاحبه، وإذا تعذر ذلك فلا حرج عليكم. جزاكم الله خيرا. إذا فعلوا ذلك قبل سن التكليف شيخ صالح، فهل الحكم واحد؟ نعم، أموال الناس يجب ضمانها على المكلف وعلى غير المكلف. بارك الله فيكم. ما كان فيه إتلاف، نعم، إنه يجب ضمانه على الصغير وعلى الكبير وعلى المجنون وعلى الصاحب. بارك الله، لأن أموال الناس مضمونة. جزاكم الله خيرا. أحيانا أسمع غيبة أناس معينين وأكون معهم، وأحيانا تزل لساني معهم، ولكن أندم بعد ذلك وأدعو لهم بظهر الغيب، فهل ذلك جائز؟ نعم، لا يجوز الاستماع للغيبة ومن غير إنكار، وإذا شاركت فيها الأمر أشد. إذا شاركت فيها الأمر أشد. وما ذكرته من أنك تتوب إلى الله وتدعو لمن وقعت عليه الغيبة استغفر له، هذا شيء طيب، لكن لا تعود لمثل هذا. إذا تبت فتكن توبتك حاسنة ولا تعود لمثل هذا الشيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إذا كذب الصائم يفسد صومه والدهون؟ ينقص ثواب صومه. الكلام المحرم ينقص ثواب الصائم حتى ربما لا يبقى له أجر، كما جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قد يكون الإنسان يصوم عن الطعام والشراب ولكنه لا يصوم عن الكلام المحرم، فلا يكون له أجر في صيامه مع تكلفه الجوع والعطش. لا حول ولا قوة إلا بالله. في كفارة اليمين، هل يجزئ الصيام عن الإطعام أو الكسوة؟ نرجو الإجابة. يجزئ الصيام عن الإطعام أو الكسوة أو العتق إذا لم يقدر على شيء منها. أما إذا كان يقدر على الإطعام أو يقدر على الكسوة أو يقدر على العتق فإنه لا يجزئ الصيام، بقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. جعل الصيام عند العجز عن الخصال الثلاث التي ذكرها سبحانه في أول الآية. جزاكم الله خيرا. تقول: سمعنا من أناس كثيرين أن الأواني الموجودة في المنزل والتي لا تستعمل لسنين طويلة عليها زكاة، هل صحيح؟ ليس في الأواني زكاة. الأواني المنزل ولو لم تستعمل ليس فيها زكاة، إلا إذا أعدت للتجارة. ففيها الزكاة. ما رأيكم في بقال يبيع البضاعة بعد انتهاء صلاحيتها؟ هذا غش محرم. إذا كان يبيعها بعد انتهاء صلاحيتها وصارت لا تصلح للاستعمال فبيعها غش محرم وثمنها حرام. جزاكم الله خيرا. إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فكيف أتصرف؟ تدخل مع الإمام. إذا دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنك تدخل مع الإمام في الصلاة، وما أدركت معه فصلي وما فاتك فأتمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم قد أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، إذا أقيمت الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تدخل معه وتتم ما فاتك، وإن أدركت الركعة الأولى إنك تكون مدركا للصلاة كلها والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائل إليكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم.